السلام عليكم. كيف حنا مكتتبي العاصمة جينا هنا زيارة للموقع باش نشوفوا حنا وما حاجة باش تصبرنا باش نقدروا نسكنوا هنايا. ما كاين حتى حاجة تخليك تقدر تعيش هنايا، كاين حتى حاجة تطلع لك المورا عبك جبل منا جبل منا جايب بنينهم في حفرة. ما فهمتش انايا، انا ما فهمتش كيف قال لك المدير العام للوكاله كيف ساكن لائق هدايا. ما واش راني نشوف في الميدان ما كاش ساكن لائق هنايا. لا والله انا سوفريو عباك يعجز عن لسان التعبير. مرافق عموميه ما كاش اللي عندي ولادو يقراو ابانا شنو راح يقريهم. السبيطار ديسبنسر ما كاش، سيران دو الوازير ما كاش، ما كاين والو، كاين باطيمات هم طالعين عند الابارتمون تاعك، روح سكنها ولا ما تعيش بحال ما تعيش. هذا هو الواقع اللي رانا نشوفوه فيه، رانا نشوفوه فيه، ولا كاين حاجة واحدة أخرى ماهيش تبان، مادا بينا نشوفوها. يجي تاع كوطا 6 وراك في نيفر براك مترولونجي هذاك، يشكون قبلك ويدي في بلاصة مليحة خير من هذاك ساكن فيها أنت. هذا سير ما نقبلوش حنا كاع رافضينو. يلا خلاص 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 في واد جاي في حفرة الجبال بعيد وانا خدمة وين السكنة وين تربينا. السلام عليكم، احنا مكتتبي العاصمة 2500 مسكن غيت. عطاونا 2500 مسكن غيت، جينا زيارة تفقدية زعما، جينا نشوفوا حاجة اللي تكون تنكوراجينا باش نسكنوها وما ديرنا شوية كورات. ما لقينا والو، ما كاش جبل مقابل جبل، واد حاشاكم يفوح ناموس. جينا طلينا على الباطيمات حانوت حانوت لا ما كاش، واحد خصو قرعه ما يهبط الجي يشريها عاود يولي 6 سوايع طريق ولا 7 سوايع، ما كاش حاجه تنكوراجينا باش نسكنوا. والوكاله تقول لك ساكن لائق، يا سي زيتوني روح شوف لنا ساكن لائق اللي عطيتنا. حياتنا كاع في العاصمه ومن بعد تهجرني انا للجبال ولاية البليدة، راني فاهم انا كاع. الله يهديكم ربي يهديكم. وانا الحاجة اللي حيرتني، الحاجة هنا اللي حيرتني، اللي عندهم افكات شومبرة تاقة تطل في البالكون، انا ما فهمتش كيفاش بناوها هذه، كيفاش خموا لها. وحاجة الأولى كيفاش خممتوا تبنيو هنايا، هنا في غابة تبنيو. حسبي الله ونعم الوكيل. حرام عليهم، ما ميتيجا هذه طرد زراعيه فلاحيه فيها ليكليسمون تيرا فيها كذا، جايب لنا من العاصمه الولايه واحده اخرى وزيد ما فيها كاع شروط الحياه، ما كاش كاع ما كاش حاجه اللي تشجعك باش تجي لهنا غدا ان شاء الله تسكن. هذه كي تدي لا روتلا تمشي يا ربي لك.